الفول هذايا مونريال تونس، اول مونريال تونس مباشر معناتها في تاريخ لافياسيون سيفيل تونيزيان. ختمناها جوستومون بالتيماتيك كما بديناها مع سي محمد فريخه مؤسس سي فاكس لاينز، نختموها مع البيزنس نتاع الاسفار، نختموها مع السيد محمد علي التومي رئيس وكاله الاسفار، رئيس وبلوتو الجامعه، جامعه توسي وكاله الاسفار لفتاف دايوغ بحذاك عاينة من وكلاء الأسفار. سي محمد عيتومي ساعة قولك صباح خير، ثم 3 تاع الصباح فوق فوق الجرينلاند. صباح خير وسيم، صباح خير كل مستمعي اكسبريس اف ام. سي محمد علي، هذا السؤال واضح معناتها اليوم فما تراجع بالنسبه لكندا كمارشي ايميتور لتونس. شفنا اليوم كوميم ان فول كيما هكا كي يغيف. سي محمد افريقا عنده معلومات ويقول انه على اساس تري رابيدمون ممكن الفول هذا يفا سانستالي كفول كوميرسي الى اخره. ساعه انت نظرتك لهذه الكل هالرحله اللي عشناها الكل مع بعضنا، ومن بعد خلينا نحكيو على البوتنسيال وشنو هو النجم نعملو لازمنا نعملو بوغ تخوفي لي شيف تاع قبل هذاك مش دو ميغ بيرفورمانس. بيا اول حاجه يلفو سالوي جوستمون الانسياتيف اللي قام بها سي محمد الفريقه فيما يخص اللونسمون تاع الفول هذايا تونس موريال، لانه هذا نعتبره انا من الاحلام اللي بدات تتحقق، لانه تكلمنا ياسر على تنويع الاسواق نتاعنا وخاصه الاسواق اللي عندها فالور اجوتي كيما كندا، لان المرشي هذايا مرشي كبير ياسر، ومرشي عنده اللي كنديان يجونا في الشتاء يجونا في بيريود كريز نتاعنا، اللي نجموا نخدموا معناها الخريف كامل والشتاء كامل. مرشي يسكن في الاربعه والخمسه نجوم، مرشي يقعد مينيموم 25 يوم حتى الاربع شهور في تونس. سو كيفي الشوا نتاع سي محمد فريخة كان فريمون خارق العاده من ناحيه الديستيناسيون هذيا. قلت لي السوق هذيا تعبت، اكيد تتعب لان سوق حساسه برشا للترم سيكوريتير، فهمني النوسيون تاع سيكوريتي عند الكندي عاليه برشا، ويسوفي انك تدخل للسيت ويب تاع الخارجيه نتاعهم تلقى اللي برشا مناطق في تونس لليوم مازالوا يحكيوا على الشعبي مثلا. وهذايا هنا لازم نرميو الكره للمسؤولين نتاعنا في تونس باش يفيقوا شويه ويتحركوا شويه مع دبلوماسيا مع سفاره كندا في تونس، باش الحكايه لي ريستريكسيون هذوما يتنحاو او بليتو، باش نسهلوا معناها البينيتراسيون نتاع الفول هذايا ونتاع الانيشيتيف هذايا ونعاونوها. احنا من ناحيتنا كمهنيين لازمنا نأطروا زاد المهنيين نتاعنا لي زاجونس دو فواياج والهوتلاجيه باش نتحركوا، ما نقعدوش نستناو حتى يبدا الفول لو بليتو كما قال سي محمد، لكن من تو لازمنا نخدموا على شنو ما الخصوصيات نتاعو المرشي هذا، شنو لازم نوفروا له، شنو ما معناها تطلعات، وش يحب شنو وين يحب يمشي، وين يحب شنو يحب يزور، شنو لي فيزيت اللي يحب عليهم، شنو نوعيه السيرفيس اللي يحب يلقاها في الوتله. دونك هذا كل لازم يتخدم من تو، وانا ناوي كي نرجع ان شاء الله باش نعمل كوميسيون سبيسيال للمساله هذه مع وكاله الاسفار نتاعي، باش نخرج منهم شكون الناس اللي عندهم انتري كيبورد انتري للمرشي هذايا، نبدا نخدموا من تو على الشيء هذا باش كي سي محمد يحط الفول نلقاو روحنا حاضرين، مش يبدا الفول وبعد نبداو نكركرو ونعكسو، فهمني كيما قلت انت، لا لازم من تو نبداو نخدمو معناها اون سينرجي، نحاولوا نلقاو سينرجي ونعملوا الكورديناسيون نيسيسير بور بينيتري لو مارشي على قنطره صحيحه. بارك الله معناتها كسوا سي رضا السعيدي ولا سياني الجزيري مستشار اقتصادي رئيس الجمهوريه، فما كوميسيون سيفيل فواياج هذا، كسوا سي شهاب سامه فما الكونسي دي زافير، وحتى سي محمد علي التومي في الفتاف يفا يفوغ اون كوميسيون زاده دو سيفي كو دوموند لو بوبل. اش قال الاخر معناتها احنا بيدنا، انا بيدي باش نعمل كوميسيون سيفي في اكسبريسو وباش نتبعكم سيش نضحكوا على المباشر وباش نتبعوكم باش نتبعوا جو في سويفغ لو سويفي نتاعكم ونذكركم بالكلام هذايا وكل شيء مسجل وكل شيء موثق اون فافا اسكو سويف، خاطر لو كندا فيه برشا 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 قدام من برشا بوتنسيال معناتها، وهذا عيناه الكل حتى اللي يغزولي توا معناتها ياكدوا حتى بغزلتهم ولا بينهم بالحق معناتها فما برشا بوتنسيال. سي محمد علي تومي 18000 ضيعناهم، كانوا 18000 عمل اقل، باش نرجعوش على الاقل 18000 ولا اكثر لازم اكثر. كما قلت لك احنا الامكانيه نتاع انه نرجعوا ونفوتوا الرقم هذا ممكنه، خاصه توا احنا عملناهم 18000 اللي تحكي عليهم واحنا ما عندناش فول ديريكت. كو دير اذا كان نعملوا فول ديريكت؟ قد لازم فريكونس، شو معناتها فول ديريكت؟ نحكيو ديما كونكريتمون. كيفاش مهم؟ اسمع الفريق يغزل. توا معقول واحد باش يمشي يخمم باش يمشي لديستيناسيون باش يعملها بتوشي وحده معناها بطياره مباشره كيما مش تهزوا مثلا انت على فرنسا ولا على المانيا ولا. ما لازم مره في الجامعه معناتها. احنا الاكيد هو سي محمد باش يدرس اموره في الناحيه هذه، لكن انا بيرسونال مو كان تقول لي شتحب نقول لك ماذا بيا نبدا بدو فول هبدومادير مينيموم. لين نخلط كان حب ربي للسته ولا السبعه كوتيديان،
هي المساله مرتبطه بالفلو، معناها كل ما غدوه الحي نبداو نخدموا على الفول ونعملوا كوميونيكاسيون لازمه ونعرفوا به ونبداو بشويه بشويه معناها ندعموا في الزيارات من في لي دو سونس، فهمت؟ كسوسوا اقتصاديه هذه عند كره عند سي شهاب ولا حتى سياحيا عندنا نحن، شويه بشويه الطياره تتعبى اكيد. وقت تلقى سي محمد اللي طياره الاولى تعبات تحط الفول الثاني يتعبى يحط الفول الثالث، وهذا هو. مي المهم انه ما نقلقوش لانه يلزم برشا صبر، لانه الامور هذه راهو تتكلف ياسر. انا نفهم شنو حجم الاستثمار وحجم الانفستيسمون اللي عمله سي محمد، ويلزم برشا صبر ويلزم زاد الناس كل تخدم اون سينرجي كما قلت لك اون كونفيرج لي زيفور باش يمشيو في الثنيه الباهيه، لان مش سهله راهو لازم نعرفوا معناها الناس تسمع فينا تدخل نعمل سويفي نتاع سويفي، راهي المساله مش سهله. احنا كنا نحطوا فول بين تونس وباريس اش تحب لنا انا نعرف شنو نتصرف عليه كوم سوتيان وغيره باش نجيبوا توريست، فما بالك باش تعمل لون فول نتاع 9 سوايع. ولهذا راهو يلزم برشا ايمان ساعة منا نحن كتوانسه وكمعناها ما ناس تعمل في القطاع هذا، اللي المرشي هذا راهو بورتور راهو بوتونسيال وراهو ساهل ياسر وما يطلبش برشا انفستيسمون. نحكي لك تو كسياحين مثلا لوانتيتي ريبريزونطاسيون، وكان معنا احنا في الزياره هذه السيد مدير العام مساعد للديوان الوطني للسياحه ما قصرش، فما لاحظتوا انا اللي لاحظتوا انه الريبريزونطاسيون تاعنا تاع لوانتيتي في كندا اكتويلمون براتيكمون متروكه. اليوم لازم ندعموها بالامكانيات، فهمتني ولا، باش تقوم بالواجب وباش تدخل في سينرجي اللي تمشي مع الفول. اليوم جاك كادو على طبق، كان الراجل يخدم 6 سنين ما غير حتى شيء، اليوم ولا عنده فول معناها ديريكت لازم نستثمروه. دونك كل الامكانيات لازمها تتوفر وتقعد معناها تتحط مع الفول ديريكت هذا باش نعرفوا نستثمروه وباش نجيبوا السياح. وهذا نذكر اللي هو داخل في استراتيجية الديفرسيفيكاسيون اللي احنا عملنا عليها 3 دراسات موجوده في القجر مازلنا ما طبقناهاش. اليوم هذا اللي نحكيو على الاريان والربط الجوي المباشر، هاولوا الربط الجوي المباشر ان شاء الله مش يتوجد. دونك ما علينا كان نشمروا على ذراعاتنا ونخدموا على رواحنا، يزينا من اللغه الزايده ويزينا من الكلام الفارغ نخدموا بالحق. فوالا، شكرا السيد محمد علي التومي، شكرا لكم انتم مستمعينا، معكم وسيم العربي. هكا وصلنا تقريب لنهايه ما يمكن نسميه انه حوار، مش برنامج ممكن ولكن حوار تسجل في طائرة، ممكن أول حوارات هكا مطول مع برنامج حصة بريسك مسجلة في طائرة على أول رحلة معناتها مباشرة بين تونس والكندا، احنا بالتحديد في العودة من مونريال لتونس كلك باغ فوق البحر، إن شاء الله نوصلوا بسلم. وشكرا لكم توما مستمعينا، شكرا لكل الزملاء، شكرا زملاء في المونتاج، إن شاء الله ما كاينش فما ياسر بغيت فون، كل الزملاء العالميين اللي حاضرين هنايا، تو لي انفستيسور المستثمرين، كل من ساعدنا وشجعنا على الحصة هذه. تونيسكوب سجلوا فيديو للحوار هذا تنجموا تلقاوه سيغتينمون على موقعهم. شكرا لكم، وخدوا معنا مازلنا متواصلين معكم وسيم بالعربي، تحية تونس.